صباح الخير على مشاهدي اليوم السابع. كاميرا اليوم السابع موجودة حاليا في محافظة اسكندرية. تغير مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب محافظة الاسكندرية صباح اليوم الجمعة. زي ما احنا شايفين الأمطار متواصلة حتى الآن، هي أمطار متوسطة على كافة أنحاء محافظة اسكندرية وخاصة شرق الاسكندرية. تغير مفاجئ في حالة الطقس في محافظة اسكندرية وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة وسقوط أمطار. بداية موسم في محافظة الإسكندرية، انخفاض مفاجئ في حالة الطقس وسقوط الأمطار صباح اليوم الجمعة. زي ما احنا شايفين غيوم في سماء الإسكندرية، وتوقع باستمرار هذه الأجواء خلال اليوم. تغير مفاجئ في حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، يعني تشير هذه الغيوم إلى أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة. محافظة الإسكندرية الآن بتشهد أمطار غزيرة في شرق الإسكندرية ومتفرقة في كافة أنحاء المحافظة. بداية موسم الشتاء في عروس البحر المتوسط بدأ بالفعل اليوم الجمعة. كانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية بتغير حالة الطقس ووجود كتلة هوائية على السواحل الشمالية للمحافظات، وبالفعل بدأت انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ومنهم محافظة الأسكندرية، والتي كما نرى الآن وجود أمطار على السواحل الشمالية محافظة الأسكندرية. أمطار من خفيفة إلى متوسطة في شرق الإسكندرية حاليا كما نرى. سماء الإسكندرية ملبدة بالغيوم وتشير إلى استمرار هذه الأمطار خلال الساعات القادمة. متابعة كاميرا اليوم السابع من أحد الشوارع الداخلية في محافظة الإسكندرية كما نرى الآن. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة وتغير حالة الطقس في محافظة الإسكندرية من درجة حرارة مرتفعة كانت أمس، ولازالت كانت يعني حالة الطقس يوجد فيها ارتفاع في درجات الحرارة حتى مغرب أمس، ولكن شهدت انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الساعات الأولى من الصباح، وكما نرى الآن سقوط الأمطار. طقس أمس وأول أمس في محافظة اسكندرية كان شديد الحرارة وتغير مفاجئ في حالة الطقس. أما عن حالة البحر، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة اسكندرية هدوء تام في حالة البحر وأمواج البحر، ولكن تغير مفاجئ في حالة الطقس حاليا ويوجد ارتفاع طفيف في حالة الأمواج. كما نرى الآن تغير مفاجئ في حالة الطقس في محافظة اسكندرية من طقس شديد الحرارة إلى طقس بارد وسقوط أمطار على محافظة الإسكندرية. هذه الأجواء فوجئ بها عدد كبير من أهالي الإسكندرية وخاصة مناطق شرق الإسكندرية كما نرى الآن. أمطار وبداية فصل الشتاء في عروس البحر المتوسط. هذه هي سماء محافظة الإسكندرية.
تشير إلى استمرار سقوط الأمطار واستمرار الطقس السيء خلال الساعات القادمة. أمطار من خفيفة إلى متوسطة في عروس البحر المتوسط صباح اليوم الجمعة في تغير مفاجئ لحالة الطقس. عدد كبير من أهالي الإسكندرية بينتظر هذه الأجواء كل عام، الأجواء الشتوية المميزة والتي يفضلها عدد كبير من المواطنين. أجواء شتوية وبداية فصل الشتاء ونسيم الشتاء في محافظة الإسكندرية. يعني على الرغم من ذلك يوجد عدد كبير حاليا من المصطفين على كافة الشواطئ. في هذه الساعة يوجد عدد من المصطفين على الشواطئ للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية، ولكن حاليا عقب انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، يعني أعتقد سيبدأ عدد من الانصراف من الشواطئ. كاميرا اليوم السابع موجودة حاليا في أحد الشوارع الداخلية في شرق الإسكندرية وتحديدا من منطقة فيكتوريا. أمطار من متوسطة إلى من خفيفة إلى متوسطة في شرق الإسكندرية، وأمطار أيضا خفيفة في منطقة غرب الإسكندرية العمرية والدخيلة والعجمي في طقس متغير وتغيير مفاجئ في حالة الطقس في محافظة الإسكندرية. كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من كتلة هوائية ستضرب المحافظات الشمالية والمحافظات الساحلية، وبالفعل بدأت هذه الكتلة في التواجد في محافظة الإسكندرية، وبالفعل انخفاض في درجات الحرارة وأمطار من خفيفة إلى متوسطة في عروس البحر المتوسط صباح اليوم الجمعة. تغير مفاجئ في حالة الطقس، حاليا توقفت الأمطار. كما نرى الآن أمطار خفيفة في محافظة الإسكندرية. نحدثكم من أحد الشوارع الداخلية من محافظة الإسكندرية، وتستمر المتابعة خلال الساعات القادمة لحالة الطقس في محافظة الإسكندرية. يعني كما نرى الغيوم حاليا تشير إلى استمرار سقوط الأمطار. ما زال المصطفين يتواجدوا حاليا على الشواطئ للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية، ولكن يعني حدث تغير في حالة الطقس
تغير مفاجئ في حالة الطقس وسقوط أمطار صباح اليوم. يعني نذكر المواطنين أن حالة الطقس المفاجئة والتغير المفاجئ جاءت بعد موجة حارة شديدة الحرارة كانت تشهدها محافظة الإسكندرية أمس وأول أمس، ولكن بدأت في تغير درجات الحرارة بدءا من الساعات الأولى من صباح اليوم، وفوجئ المواطنين بسقوط الأمطار صباح اليوم الجمعة. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع، لازلنا نتابع تغير حالة الطقس المفاجئة في محافظة الإسكندرية، ونتابع معكم خلال الساعات القادمة أول بأول كافة المعلومات والأخبار عن حالة الطقس في محافظة الإسكندرية. حاليا توقفت الأمطار كما نرى الآن، توقفت الأمطار، كانت أمطار من خفيفة إلى متوسطة في شرق الإسكندرية، حاليا توقفت الأمطار، ولكن السماء تشير إلى سقوط الأمطار واستمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع، نتابع معكم خلال الساعات القادمة كافة المعلومات عن حالة الطقس في محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كنت معكم في هذه التغطية أسماء بدر، شكرا لكم، وإليكم الآن مع الصورة.